الرسل وسفر التكوين. إن الرسل قد فهموا أيضا أن سفر التكوين يقدم سردا للتاريخ الحقيقي للعالم، فالرسول بولس الذي كتب بالوحي المقدس ما يقرب من نصف أسفار العهد الجديد كان قد أشار إلى آدم وحواء على أنهما شخصيتان حقيقيتان. انظر إلى روميا 5:12-14 وكورينثوس الأولى 15:21-22 وكورينثوس الثاني 11:3. وقد قام بشرح العقائد المسيحية بالاستناد إلى هذه الحقيقة كما في رسالة تيموثاوس الأولى 2:12-15. وفي الحقيقة نجد أن مجمل التعليم اللاهوتي الذي يستخلص من كتابات بولس الرسول سوف يسقط في حال لم يكن سفر التكوين قد قدم تاريخا حقيقيا. على سبيل المثال، لقد قارن بولس بين المسيح وآدم، وذلك في رسالة كورينثوس الأولى 15:21-22، حيث أشار إلى المسيح على أنه آدم الأخير الذي أخذ موضع آدم الأول على الصليب. هذا ما يذكر في كورينثوس الأولى 15:45-47. فإن كان آدم الأول مجرد شخصية خيالية، حينئذ لن يكون للمقارنة التي قام بها بولس أي معنى. بطرس الرسول هو الآخر قد أخذ سفر التكوين على أساس حرفي، فقد كتب عن نوح والطوفان على أساس أنه التاريخ الحقيقي، وذلك في رسالة بطرس الأولى 3:20 وبطرس الثانية 2:5. ومن الواضح أيضا أن يوحنا الرسول قد آمن بأن سفر التكوين هو سفر تاريخي، على اعتبار أنه كتب عن قايين وهابيل في يوحنا الأولى 3:12. يهوذا هو الآخر أشار إلى الأشخاص والأماكن والأحداث التي ذكرت في سفر التكوين، مثل سدوم وعمورة في يهوذا 7، موسى في يهوذا 9، قايين في يهوذا 11. ويعقوب الرسول أيضا أشار إلى إبراهيم على أنه شخص حقيقي، وذلك في يعقوب 2:21. وفي رسالة العبرانيين نجد إشارات إلى عدد من الأشخاص المذكورين في سفر التكوين، مثل قايين وهابيل في العبرانيين 11:4، أخنوخ في العبرانيين 11:5، نوح في العبرانيين 11:7، وإبراهيم في العبرانيين 11:8. فكل الأصحاح 11 لن يحمل أي معنى فيما لو لم تكن هذه الأسماء لشخصيات حقيقية. وسوف لن نجد في أي مكان في الكتاب المقدس إشارة إلى أن سفر التكوين يؤخذ على أساس غير أساس أنه السفر التاريخي الذي يسرد الأحداث الحقيقية.